ابن عرس من أخطر الحيوانات رغم صغر حجمه. يمكنه قتل أرنب أكبر من حجمه. يهاجم الثعالب والقطط والكلاب أحيانا رغم حجمه الصغير. يسرق بيض النسور والصقور. يمكنه الصيد في المياه وفي البر وفوق الأشجار والجبال. يهاجم الدجاج وحتى الماعز والخرفان الصغيرة. يعتبر الكابوس المرعب للفلاحين، حيث أنه لا يصطاد دجاجة ويذهب، بل يقتل ويفتك بكل ما هو أمامه.